أنا اكتشفت إن عندنا هنا في القرية نسبة وعي ونسبة ثقافة ونسبة تعليم عالية جدا، لذلك كان رحبوا بالفكرة جدا. مش هقدر أقول لك 100%، لكن كان في مؤيد وفي معارض، وده ظاهرة طبيعية يعني. أنا في ديمقراطية وفي حياة، إحنا عشان نتكلم أو نتكلم بالمعنى الفلاحي، أنا كفلاح بنقول راجل أو ست، أنا بيهمني الخدمات. يكشي حتى يجيبوا مين كمان. بسمع رأي الناس من بره إن هم في ناس معترضة، وإزاي سيدة تبقى عمدة، وإزاي إحنا عمدتنا تبقى واحدة ست. طبعًا كل الكلام ده كله موجود بالفعل، بس مش بالصورة الكبيرة يعني. والله فكرة الترشيح هي جاية نبع من طبعاً أولاً كان لدعم المرأة والارتقاء بالسيدة المصرية، وخصوصاً المرأة الريفية كلها تواجد في العمل العام. وتاني حاجة طبعاً بالنسبة لأهلي هنا وأهل القرية، العمودية عندنا طول العمر موجودة في العيلة يعني. احنا دستورنا ادانا الحق ان الست ليها حق في العمل زيها زي الراجل يعني، فاحنا بنستخدم حقنا القانوني، ما احناش مخالفين في حاجه يعني. تطوعنا للعمل العام لقريتي، لخدمات اهل قريتي، فانا سواء في منصب او بدون منصب فانا مستمره في العمل العام زي ما انا. انا ممكن ما اكونش عمده او ما حصتش بالتنصيب يعني، حد تاني بقى عمده. الناس هنا طالما اقتنعت ان الشخص ده هو اللي بيحل واثبت جداره في وسطيهم، العمده هيبقى اسمي بالنسبه لهم مش اكتر.